عاد للإمام بالشفاعة ممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ يعني يجب علينا أن نؤمن بالشفاعة لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، والواجب أن نؤمن بكل ما في كتاب الله من خبر الله جل وعلا وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر ما أثبته الله ورسوله فقد كفر. فلو لم يكن في إيماننا بالشفاعة إلا أن يصح إيماننا، لأن من أنكرها فقد كذب الله ورسوله. والشفاعة من الشفع هو الزوج، العدد المفرد يسمى إيش؟ وتر، والزوج يسمى شفع. والشفاعة توسط للغير، يعني يضم الشافع طلبه للمشفوع له عند المشفوع، عند المشفوع له، أي لا يضم الشافع طلبه للمشفوع له عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني هذا مثلا يقول رب اغفر لي بلسان حاله ومقاله، وهذا يقول ايش الثالث الشافع؟ اللهم اغفر له. فهذا يقول رب اغفر لي، وهذا يقول اللهم اغفر له. هذا يقول اللهم نسألك الجنة، والشافع يقول اللهم ادخله الجنة، اللهم نجيه من النار. فيكون طلب مع طلب، من هنا سميت ايش؟ شفاعة. فالشفاعة مشروعة مذكورة في كتاب الله، ثابتة في السنة. ممن تكون؟ ممن تكون؟ تكون لمن يعطيه الله الشفاعة، تكون لمن يعطيه الله الشفاعة، لأن الشفاعة قل لله شفاعة جميعا، فلا تكون إلا من الله عز وجل، فيعطيها من شاء من عباده كرما منه. يعني الشفاعة أصلا هي كرم من الله عز وجل للشافع لكي يشفع، فتكون من الله عز وجل لمن شاء الله من عباده أن يعطي شفاعته. ومتى تكون؟ تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. نعم، قل لله الشفاعة جميعا، قل إعلانا يا رسول الله لله الشفاعة، قدم ما حق التأخير الحصر، لم يقل الشفاعة لله، قال إيش؟ لله الشفاعة، ليفيد هذا التعبير أن لله الشفاعة لله وحده سبحانه وتعالى. وأكد هذا فقال جميعا كل الشفاعات لله عز وجل، يعطي من شاء يأذن لمن شاء من عباده أن يشفع لمن شاء. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام، ذا اسم إشارة، هذا ها الهاء حرف تنبيه اسم إشارة ذا، وأحيانا يذكر حرف التنبيه وأحيانا لا يذكر، هنا ذا معنى هذا، وهنا استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الاستفهام هذا النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا الآن استفهام للنفي لبيان أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع، نفى أن يكون أحدا يملك شفاعة أو يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى في الآية ما من شفيع إلا بإذنه، في إثبات الشفاعة، صح قال ما من شفيع لكن قال إلا بإذنه، فاستثنى من الشفاعة ما هو ثابت إذا كان بإذن الله، لأن قد يتبادل ما من شفيع كما يقول أهل البدع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، صح ما تنفع من لم يأذن الله، والله لا يأذن لأحد أن يشفع لكافر، المشرك لا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع له، يستثنى من ذلك أذن الله جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب وكان مشركا للتخفيف عنه من العذاب، هذا حالة إيش؟ خاصة، من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما من شفيع، إثبات الشفاعة لأنه قال إلا من بعد إذنه، فدل على أن الشفاعة ثابتة، ودل على أنها تكون بإذنه سبحانه وتعالى. نعم.